دكتور شاكر appreciate it. Very well elaborate. أنا أقدر ذلك وسنستكمل ما كنا نتحدث عنها. ننتقل الآن من وزارة الطاقة وننتقل إلى مفوض الاتحاد الأفريقي موسى محمد. من المفترض أن يكون هنا ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. With the name of God. I will deliver the speech on behalf of His Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. سأنقل لكم الخطاب بالنيابة عن السيد سيادته موسى محمد مفوض الاتحاد الأفريقي. الدكتور محمد شاكر سعادتكم وبالطبع وزراء الطاقة وزير الطاقة المصري والدكتور طرف الملا طارق الملا من جمهورية مصر العربية ووزراء المحترمون الوزراء المحترمون والمفوضون المحترمون ورؤساء المفوضيات والحضور الكرام بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أحييكم جميعا وأرحب بكم في أحد أهم الأيام من الكوب 27 يوم الطاقة. أريد أن أشكر سيادته سعادته الرئيس والحكومة وال مواطنون في مصر على ضيافتهم الرائعة وضيافة هذا العدد الضخم من الحاضرون في هذا المؤتمر العظيم والتطبيق والتركيز على التطبيق جميع المحاضرات التي نحظى بها. أنتم تجعلون القارة الأفريقية فخورة بكم وأشكر المجتمع العالمي على مجهوداته المستمرة لمحاربة مشكلة المناخ التي نحظى بها جميعا. هذا يوم مهم جدا فنحن نريد أن نحظى بطاقة مستدامة نظيفة لجميع الأفريقيين وللعالم أجمع على سواء حتى نحظى باستدامة أيضا في جميع الأشياء الأخرى كاقتصاديا ومناخيا وكل المشكلات التي نجدها this world gathering. Second reason. What I have witnessed throughout last ما شهدته في الأسبوعين الماضيين يجعلونني متفائلة جدا ولدي سبب جيد جدا لجعلي متفائلة لأننا نريد أن نعمل على فعل من التطبيق وأن نطبق ما قلنا عنه وما وجهناه ووجهه لنا وجهنا إليه العديد من الوزراء والعديد من الحاضرين أن العالم سيأتي معا ويتضامن مع بعضهم البعض لحل هذه الأزمات وكما يقول الأفريقيون يجب أن نعمل العمل سويا ونجعله خفيفا ونجعله سريعا وللجميع. الطاقة مصادر الطاقة العظيمة التي تحظى بها القارة الأفريقية إقليميا ومحليا وعالميا وحتى قاريا ما بين القارات وهذا استثمار وهذه فرصة عظيمة للاستثمار وهذا مهم جدا حتى نوجه التحديات لمشاكل الطاقة و سعادتكم والسادة الحضور في أفريقيا
despite accounting for only 3% of global GHG emissions, as evidenced by our regional and national plans. نحن نتحدث عن الانبعاثات كما تحدثنا سابقا والمبادرات التي سنتحدث عنها. لدينا بعض الأمثلة للبنية التحتية التي نتحدث عنها، ونريد أن في أفريقيا لا يمكن أن تمكن فقط عن طريق الطاقة الطبيعية أو الطاقة الموجودة، ولكن يجب أن يكون لدينا طاقة نظيفة وطاقة مستدامة. يجب أن نجعل الأولية لتنمية جميع المصادر في أفريقيا وعالميا وكونيا حتى نبني نظاما نظيفا عالميا، ويجب أن ندعو إلى البيئة الخضراء في المستقبل القريب ومشاكل الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة وكل المشاكل التي تختص بها. سعادتكم، الوصول إلى صفر من التلوث لا يعني لا يعني بال نريد الآن leverage resources, grants and guarantees to mobilize the funding needed to implement the political commitments on just transition. A sustainable future for Africa must be inclusive. مستقبل مستدام بالنسبة لأفريقيا يجب أن يكون موجودا ويجب أن يكون حاضرا في بداية كل المشكلات الآن في الاتحاد الأفريقي بحضوره الآن. النساء هم جزء من الاتحاد الأفريقي. الأجندة بالنسبة لحل مشاكل الطاقة، ما نريده في البداية هو التزام القادة بحل المشكلات والاستراتيجيات وأيضا الحلول المادية والمالية لتطبيق هذه الحلول. نتحدث أيضا عن الأطراف المعنية عالميا، يجب أن يكون لديهم أيضا الحلول متساوية مع الالتزام بهذه التطبيقات. الاتحاد الأفريقي، بلاد الاتحاد الأفريقي أيضا يوجد لديهم الخطط والأولويات لتنمية مشاكل الطاقة ولتنمية الطاقة ووجود المعلومات التي والمتكاملة لحل والتحديات التي تقود إلى التنمية المعتمدة على السياسات وعلى الماليات التي ستجعل حلا سهلا الانتقال إلى حلول وتطبيق الحلول لحل مشاكل الطاقة في القارة الأفريقية وفي العالم. Which is the African single electricity market, which will be completed by 2040. Achieving Africa's energy transition agenda requires the implementation also of adequate policies, regulatory and institutional frameworks. نعم، نحن نتحدث الآن عن القواعد والإطار التي نريد أن ننميها من أجل تنمية الطاقة وجعل الطاقة مستدامة. الآن سيادتكم، الحشد الذي نتحدث عنه حتى نحل هذه المشكلة هو هام جدا. وهام جدا وليس فقط، وأيضا من أجل الأرباح الاجتماعية الأطراف المعنيين وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل هذه الأعضاء وكل هؤلاء الأعضاء يجب أن يشاركونا، ولقد شاركونا في رحلة رائعة في أفريقيا حتى نطبق الأجندة المناسبة لقارتنا العظيمة. وأريد أن أوجد الفرصة وخاصة
وخاصة مصر حتى تكمل بطولتها وتشجيعها للقارة الأفريقية جميعها لمرحلة الانتقال لحل هذه المشكلات. وشكرا جزيلا. Thank you, Dr. Amani. So three very شكرا لك دكتور أماني. لقد رأينا ثلاثة خطابات قوية الآن عن الطاقة الآن، والآن وتحدثنا الآن مع الاتحاد الأفريقي عن الاتحاد الأفريقي مع دكتور أماني، والآن سنتحدث عن الوكالات العالمية. لدينا أيرينا ولدينا أيو ولدينا العديد من الوكالات العالمية. سنتحدث الآن مع مفوض الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي الآن. For the future of our planet, and I'm certain that this venue gathers during these two COP weeks more knowledge and expertise. العديد من الخبرات والمعلومات التي سنكتسبها والتصميم على وجود هذه الأشياء، وهذا أكثر مكان أريد التواجد فيه على مستوى العالم الآن. And Vice Presidency. All the success in reaching an ambitious agreement by the end of the conference. يجب أن نصل إلى اتفاقيات طموحة جدا في هذه الحوارات. Here with wildfires, droughts, floods, and we must. عندما يوجد لدينا الحرائق والفيضانات وجميع المشكلات التي تحدث عنها على مستوى العالم. Winning the fight against climate change and the majority of the world's greenhouse gases and production and consumption of energy. عندما نريد أن نصل إلى تعويضات بالنسبة لهذه المشكلات التي نتحدث عنها. Since the unilateral and unprovoked Russian aggression against Ukraine. Energy has been the heart of the international discussions around the globe. والمشكلة الاقتصادية القائمة كتبعات لهذه الحرب تؤثر علينا جميعا كما ترون، وبالطبع تؤثر على الفئات المستضعفة الضعيفة أكثر من الجميع بالفعل. هذا أعطانا دفعة قوية على التعجيل بمرحلة الانتقال أو حل هذه المشكلات سريعا وحل مشكلات كوكبنا العزيز. ولماذا أنا لا أفهم فكرة لماذا نعتمد على We have committed to end our dependence on على فقط السياسات وعلى التفكير في السياسات. على سبيل المثال في عندنا في الاتحاد الأوروبي نحن نريد أن نركز على مجهوداتنا وعلى مشكلة الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي سيصبح مشكلة كبيرة جدا كما ترون الآن كمشكلة اقتصادية. And this strategy has three main pillars. First of all, يوجد لدينا ثلاثة أعمدة رئيسية، ثلاثة أساسيات. نتحدث عن هنا الطاقة المتجددة أو energy independence, because renewables are homegrown. لأننا نتحدث عن التجديد عندما نتحدث عن الطاقات المتجددة. And we are already making a good progress. نحن جميعا نحظى أو نعمل الكثير، نصنع الكثير من التقدم في التجدد في أوروبا، ويوجد لدينا قدرة من التجديد في. But we need to move even faster. نريد أن نتحرك بسرعة أكبر، وأن المفوض لدينا في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون 45% من الطاقة متجددة.
tackle some challenges. The most challenging one is permitting process. يوجد لدينا تحديات وأحدهم هي. But we are willing to to act fast. And this is an opportunity for new energy partnership also. These countries around the world. هذه الدول حول العالم في الكوب 27 يضعون بعض الاتفاقيات حول الهيدروجين الأخضر كما تحدثنا سابقا. دعوني أكون واضحة عندما أقول أنه يجب أن يكون هناك تعويضات عن هذه الخسائر والمشاكل التي تحدث. وفي أوروبا already have agreed that we will reduce our natural gas consumption by 15% and we are well on the way. أن يكون هناك تعويضات كما فهمت أن يكون هناك تعويضات في 15%. Especially at the peak hours. And these steps are also important in the context of the tight global energy markets. نعم إنه في السوق العالمية أن نحن نتحدث عن تقليل الطلب و As with renewables, we are planning to upgrade our mandatory target also for energy efficiency. إنه من الضروري جدا أننا نستخدم التجديد كما قلنا سابقا. This helps us also to make لأن هذا يساعدنا على التأكد من أننا نضع الوعود ولكننا نطبقها بعد ذلك ولكننا لا نضع الوعود لتكون مجرد وعود. So at least 55%. على الأقل 45% يجب أن يكون هناك تعويضات. التحديات الحالية التي نجدها. التمثيل الأوروبي كما نقول كما نتحدث عن روسيا. في أي لحظة من الممكن. To create relationships and to strengthen relationships. يوجد علاقات جيدة وقوية بين البلاد وهذا خلف مشكلة الغاز الطبيعي التي تحدث بخلافها أنا أعني. MOU كما نتحدث مع مصر يصنعون الاتفاقيات من أجل الهيدروجين المتجدد أو الهيدروجين الأخضر. ونتحدث عن تنمية الدول ويقدمون المسؤولية ولكن يجب أن ندعم ذلك حتى يوجد لدينا الهيدروجين النظيف أو المتجدد كما قلنا. But we must be careful that these opportunities will indeed materialize for all. Not just for few. And نحن نتحدث فقط عن الوقود ولكن economies to reap the benefits of renewable energy and energy efficiency and among other things من بين أشياء أخرى يجب أن يوفروا الحلول لهذه المشاكل حتى نحصل على طاقة نظيفة وحتى نحصل على وقود متجدد. Twenty-seven Presidents Initiative for a just and affordable energy transition in Africa that aims to provide في أفريقيا 300 million people for the European Union. بالنسبة للاتحاد الأوروبي آسفة يجب أن هذه أولوية لنا كاتحاد أوروبي وهذا في آخر قمة لنا في الاتحاد الأفريقي كان هناك قمة ذهبنا إليها وكنا نتحدث عن الاستثمار العالمي في أفريقيا والمبادرة أيو الاتحاد الأفريقي وهذه كانت مبادرة ثلاثة بليون أعتقد لتنظيف الطاقة المتجددة ولي
أولا عندما كان لدينا الكوب 26 كوب 26 في جنوب أفريقيا في العام الماضي، هذا تم نقاشه سابقا في كوب 26 كوب 26 وكان في القمة أيضا في الاتحاد الأفريقي كما تحدثنا سابقا، وتحدثنا عنه أيضا في أماكن أخرى في فيتنام وفي أموالا في بلدان أخرى حتى نتحدث عن هذه نفس الفكرة. Our member states are the biggest providers of public climate finance. We are also the world's leading contributor. يوجد أيضا نحن مساهمين أيضا ومساعدين أن للمساهمة المالية بالنسبة إلى لمشاكل المناخ، والآن التمويل لا يتحدث فقط عن التمويل العام ولكن الأسواق والأطراف المعنيين الاستثمار الجيد سيأتي لصحة كوكبنا، وهذا ما نحتاجه الآن. شكرا جزيلا لكم. شكرا سيدتي المفوضة. من المفروض أن نحصل على إيرينا الآن، ولكنني سأستأذنكم في شيء. إن مستر لاكاميرا أن تأتي أولا، قبل إيرينا لأنها لديها ارتباط مسبق، فسأستأذنكم أن نفعل ذلك. إذا فسنستضيف السفيرة ماري والد من شكرا جزيلا لكم لتفاهمكم، شكرا جزيلا لكم لوقتكم. سعادتكم السادة والسيدات، أنا متشرفة بوجودي معكم اليوم، وأريد أن أبدأ بالشكر للرئيس المصري لاستضافته لهذا المؤتمر، وشكرا لقيادتك سيدي، وشكرا لعملك وتركيزك الجيد العظيم على يوم الطاقة. كلنا هنا اليوم وأنا أتفهم مركزية المؤتمر على نحن نعلم دائما كلنا المركزية، ولكننا نعرف أننا احنا نريد عدم وجود كربون. نحن نعلم عن غزو روسيا إلى أوكرانيا، نحن نواجه مشكلة عن الأكل وعن الاقتصاد وعن الغاز وجميع المشكلات التي تؤثر علينا وتؤثر على نمو البلدان. هذا يضعنا أمام تحديات قطاع الطاقة وقطاع الكهرباء اللي نتحدث عنه، لأننا نتحدث عن طاقة نظيفة، والآن نتحدث عن تحديات عن المشكلات التي توجد هنا في أفريقيا. عن 6 ملايين و48% من وأكثر من 100 مليون هذا محدث تماما. عندما نتحدث عن عندما نتحدث عن الكهرباء وعن نعم نحن نتحدث أننا لا يوجد وصول إلى زيرو كربون عندما نتحدث عن ذلك، والكوب 27 وبرئاسته الدكتور سامح شكري which aims to have the number of Africans without access to electricity by 2027. نحن نتحدث عن نحن نتحدث عن وجود زيرو كربون، ونتحدث عن طاقة متجددة بحلول 2027. وعندما نتحدث عن الطاقة سنكون 80% of additional electricity generation for the coming decade
عندما نتحدث عن الأجيال القادمة حتى يحصلوا على طاقة متجددة، طاقة نظيفة من أجل مستقبل نظيف لأجيالنا القادمة، عندما نتحدث عن 60% من مصادر الطاقة في العالم، فنحن نتحدث عن طاقة رخيصة. The outlook also sees a role for natural gas. نتحدث أيضا عن قطاع الطاقة وعن الصناعات، ونتحدث عن السماد، ونتحدث عن هذه الصناعات، نتحدث بالطبع عن الصناعات المعدنية، المنغنيز وجميع صناعات البطاريات وعن الهيدروجين، وهذه المصادر هي المفتاح لدعم المجتمع العالمي، يحتاج لدعم ومساندة هذه الصناعات في أفريقيا. 25 بليون نحتاج إليهم خلال هذا العقد حتى نستطيع حل مشكلات مصادر الطاقة والطاقة. عندما نضع هذا المنظور أمامنا سنجد As we're all gathered in Egypt today, I'd like to call your attention to a success story to clean energy transitions. In 2014, Egypt was facing an important في 2014 مصر كانت تواجه مشكلة كبيرة في الكهرباء وفي الطاقة ونمو الكهرباء والطاقة في مصر. Its electricity sector by recovering costs and gradually lifting subsidies. And this was done in parallel with an وهذا كان موازيا لنفس مشكلة إطار الطاقة المتجددة. إذن فالنتيجة أن مصر تؤدي دورا هاما في حل مشاكل الطاقة المتجددة في 20% نزيد 20% في 2022 وخلال ذلك حتى 2025 سنجد حل لهذه المشكلات. And I think we can all learn from this outstanding example. So let me just دعوني فقط أنهي ذلك بالقول أن قطاع الطاقة يوجد لديه أزمات كبيرة ومتعددة، وأن حقيقة وجودنا اليوم في كوب 27 يرينا أن هذه مشاركة قوية جدا لحل هذه المشكلات وتخطي هذه التحديات وحلها ووجود العديد من الفرص لمساندة ومساهمة في حل هذه المشكلات. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لكم في مصر هنا، وأتمنى لكم يوم طاقة منتج ومثمر. شكرا لحضرتك على سيادتك على الاختصار. سنتحدث عن الطاقة المتجددة وحضرتك ستكون الضحية الآن للتحدث عن ذلك. شكرا جزيلا سيدي، شكرا السادة الوزراء وحضراتكم وأصحاب السعادة، شكرا لدعوتكم لأرينا ليكون جزءا من هذا النقاش وهذا الافتتاح ليوم الطاقة. أريد أن أبدأ بتهنئة صديقي في أصدقائي في الحكومة المصرية لأسباب كثيرة، أولهم لنجاحهم في استضافة كوب 27 بهذه الطريقة العظيمة، وليس فقط لتنظيمه بهذه الطريقة أو بهذه القوة، ولكن ليكون لديكم، لأنه كان لديكم الشجاعة لوضع ما نريد أن نناقشه ونضع هذا المؤتمر في مصر.
work as a negotiator in the context of the previous COP. كان سابقا في الكوب في باريس منذ عدة سنوات. أعتقد أنكم تغيرون مناخ أو جو الكوب نفسه بوجود هنا في مصر وما فعلتموه هنا. نعم وجعل كل شيء يحدث على الأرض. انظروا ما يحدث هنا اليوم. كم يوجد من الالتزامات التي لم تنفذ؟ كم عدد انظروا كم عدد الاتفاقيات التي تمت ولم تنفذ بعد، التي وقعت ولم تنفذ بعد. القطاع الحكومي والقطاع الصناعي يعملون سويا، وهذا ما يحدث في الحياة الحقيقية. هذا ما يحدث لنا في الحياة الحقيقية. نحن نغير ما نفعله، نريد أن نغير ما نفعله. أنا لست جاهزا. أعذروني. We don't need any more political declaration or commitment. هناك شيء نريد أن نشكركم عليه. لقد جعلناه واضحاً. Future of the energy system will be أن المستقبل by the electrification and the energy efficiency in the system. And this will be enabled كفاية الطاقة للنظام عن طريق التجديد. The incoming energy system will be dominated by renewables, complemented by hydrogen, mainly green hydrogen. And the sustainable use of biomass. نعم نحن نتحدث عن الطاقة المستدامة وعن الهيدروجين. صدقوني هذا لن يتوقف، هذا سيحدث في كل الأحوال. فيجب أن energy system, the one we are still living on, had not this problem. It takes decades for building the infrastructure. هذا يأخذ عقودا لنبني بنية تحتية لجعل نظام ليتبعه الناس لوجود طاقة مستدامة ولحل هذه المشكلات. هذا النظام يحدث لا محالة ونحن لدينا وقت. هذه المشكلات تحدث وليس هناك وقت. لا محالة ستأتي. إذا لم نسرع في الوقت لحل هذه المشكلات للأجيال القادمة ونبقى في هذه التوقعات وهذه المعاهدات والاتفاقيات بلا تطبيق، يجب أن علينا أن نغير الأساس علينا رفع المستوى الذي دعوني أوضح بعض النقاط. أولاً أفريقيا في 20 سنة الماضية تحصل على نسب ضئيلة جداً مئوية من من الاستثمارات ومن ساحة العمل فقط هي ما تحصل عليه أفريقيا. يوجد هناك استثمار وقد رأينا ذلك في هذا الكوب. وقد بدأ في صنع هذا الاستثمار لأن رأس المال ينمو. Third, the strategic use of public finance to leverage private investment. التمويل العام
And the last point that I want to make, and آخر نقطة أريد أن أتحدث عنها. سأخذ 2 مليون ولن أكون مخطئاً. هذا أعتقد أننا سنتحدث. أعتقد أن الجلسة القادمة بدأت بالفعل. أريد أن أوضح فقط هذه النقطة. النقطة التي أريد أن أوضحها. لا تعتقد أنه سيكون من الممكن أن نحل أي من المشكلات إذا لم ننظر إلى البنية التحتية. أفريقيا هي قارة. هي قارة رائعة وأنني أرى الكثير من الأشياء تحدث، ولكن إذا لم نعد التفكير سيكون عندنا العديد من المشكلات التي لا محالة لن تحل، لأن هذا حدث في الماضي وهو يحدث الآن. الناس يقولون التغيرات. ما هو الغاز؟ ما هو البترول اليوم؟ ماذا يفعل التغيير في البنية التحتية؟ إذا لم يكن لدينا الشكل الطبيعي أو المضبوط إنها مهمتنا لوضع بنية تحتية جيدة. وأيضا لنضع انعكاسا في حل هذه المشكلات، من سيكون من سيحل مشكلة البنية التحتية؟ هل يمكن من الممكن أن تكون دولة بمفردها؟ لا بالطبع، لا. جميعنا معا سوية مترابطون نستطيع أن نغير البنية التحتية ونصل إلى الأهداف التي نريدها. الأهداف من الوجود الحلول المالية أصلا والمادية أيضا لحل مشكلة البنية التحتية. أنا ليس لدي شك، والأعمال الأخرى البنية التحتية ومشكلات البيئة من الممكن أن تكون عن طريق أيضا أرى أنه من المهم أن نتحدث عن البنية التحتية. عندما نتحدث عنها، أفريقيا يوجد لديها القطاعات التي تعمل حول العالم. لماذا لا نريد، لماذا لا نستطيع أن يكون لدينا نحن منافسين؟ لماذا لا يكون لدينا قطاعاتنا الخاصة، مصانعنا الخاصة في أفريقيا؟ هنا نستطيع أن نعمل ذلك. هنا لماذا لا نتعاون سوية ونترك ونعمل على مقاربة، نعمل على مقاربة لوضع ذلك في مصر؟ أعتقد أن هذا هو التحدي الذي يجب أن نقوم به. شكرا جزيلا. Very important two points. هذا مهم جدا، وهذه النقاط كانت مهمة جدا. ما تحدث عنه، ليس لدينا ميزة الوقت، ليس لدينا الوقت فعلا كما قلت سيدي. Thank you very much, Dr. شكرا جزيلا دكتور شاكر. هل تريد نحن نعتذر عن